قال وإن وطئها عمدا من أبانها، يعني رجل طلق زوجته بالثلاث، قال أنت طالق بالثلاث، أو طلقها ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها، يعني ثلاث طلق بالاتفاق. لما عرف طلاق بالثلاثة قال في مجلس واحد فيها خلاف، لكن إذا طلقها الثالثة بدون يعني خلاف كان كما قال الله تبارك الطلاق مرتان فإمساك معروف، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غير، فإن طلقها جامعها زوجها الذي طلقها سواء كان الطلاق بائنا أو طلاقا رجعيا ولم ينوي الرجوع، لم ينوي الرجوع يعني يكون اشتهاها مثلا لأنها لا تخرج من بيته وتعيش معه فاشتهاها وجامعها، فقيل له جماعك لها يعني رجوع إلى ذمة، قال لا ما نويت الرجوع. طيب لماذا جامعتها إذن؟ قال اشتهيتها مثلا والعياذ بالله. قال فهذا كالأجنبي، هذا كالأجنبي يعني يعامل معاملة الأجنبي، وهو أنه أول شيء طبعا احنا انتبهوا كتب الفقه عندما تتكلم لا تتكلم عن عقوبات وما يتعلق بها وأنه يجب أن يجلد يرجم كذا، هذا حكم القضاء. هو هنا يتكلم عن الولد وكيف تعتد، كيف يتكلم عن يعني واحد مثلا قتل نفسه يقول عليه إثم، ما يتكلم عن عليه إثم، يقول ماذا يترتب عليه من الأحكام، عليه دية عليه كذا. فهي لا تتكلم كتب الفقه عادة لا تتكلم عن الآثام والحسنات وكذا، صحة الأعمال وبطلانها هذا تتكلم عنه كتب الفقه. قال إن وطاها عمدا من أبانها، يعني ليست رجعية، أبانها طلقة ثالثة مثلا أو طلقها ثلاثا في مجلس واحد. طيب قال فكالأجنبي وبشبهة، واستأنفت العدة من أولها، والصحيح لا تستأنف العدة من أولها وإنما تستمر على عدتها، وهذا الأمر اللي هو الجماع الذي وقع بينهما إذا كانت بائنة منه، لأن هذا زنا والعياذ بالله، وهذا أمرهما إلى القضاء سواء كان من الزوج أو منها، فإن هذا أمره إلى القضاء لأنه يرجم إذا كان محصنا وترجم هي إذا كانت محصنة، وهذا بالنسبة لي الزوجين، والظاهر أن الأصل أنه محصن وهي محصنة، هذا الأصل، لكن إذا ثبت أنه غير محصن أو هي غير محصنة يعني مثلا عقد وطلقه في المجلس نفسه، لأن الإحصان هو الدخول بنكاح صحيح ما دخل عليها، طلقها قبل الدخول مثلا، إذا طلقها قبل الدخول ما يكون أحصنها ولا هي حصنت، فلذلك المهم إذا كان محصنين فسبيلهما الرجم، وإذا كان غير محصنين فسبيلهما الجلد، والله أعلم. طيب قال استأنفت العدة من أولها، هذه طبعا كل هذا الذي يذكره المؤلف هنا هي افتراضات بعيدة، لكن أهل العلم يضعون مثل هذه الافتراضات لأن قد تقع فيضعون لها حلولا. وبالأمس لما تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واللي هو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما أمرتكم به فأتوا منهم ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائل واختلافهم على أنبيائهم، قلنا كثرة المسائل اللي هي أحيانا يدخل فيها افتراضات يفترض أمر لو حصل كذا ماذا يترتب عليه، فبعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يضعون هذه المسائل الافتراضية ويضعون لها حلولا، ولكن قد تكون بعيدة وأحيانا تكون مستحيلة أحيانا تكون يعني نادرة الوقوع أو قليلة، لكنهم يضعون مثل هذه الأمور على سبيل الاحتياط. طيب